مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. حبوباتي بارطاجيو لي لايك ديالكم، التعليق ديالكم الله يحفظكم ليا وينصركم. اليوم غادي ندير لكم وصفه، ولكن هذه الوصفه ديال الوالده فاش كان عندها الكوليسترول ديما طالع، بقات كتاخذ النوبه الاولى، دارت التحاليل ديالها، ومن بعد بقات كتاخذ وتاخذ، الحمد لله جابت فايده. الوصفه فيها مكون واحد، يعني ما يعادل 2 دراهم، انت مهنيه من الكوليسترول. اول حاجه اللي غادي نقول لكم، عتشري زريعه الكتان، عتشري القياس ديال مده سيمانه، سمعيني حبيبتي مزال لانه الفيديو هذا مهم. عتشري ديال سيمانه، هذه ديال سيمانه غادي تنقيه وغادي تطحني وغادي يعطيك بحال هكا بودر كما كتشوفي، شتي ها هو سيمانه ما يفوتهاش. غتولي تاخدي معلقه، غتولي تاخدي معلقه صغيره تحطيها في فمك يعني، وتشربي عليها كويس ديال الماء. ديما كنصحكم البنات بالماء ديال القله، راه الماء ديال الروبيني كيحيا ملي كديري في القله حتى لو كان الماء معدني. هذه وحده. واحد المعلومه حبوباتي، هاد زريعه الكتان الا مشات بقات برا وما درتيش في الثلاجه كتسمم اجباري. ملي ديري هذاك القدر ديال سيمانه كل نهار تشربي معلقه في الصباح على الريق، ربع ساعه نص ساعه عاد فطري تشربيه بكويس الماء، وفي الليل عاوتاني تشربي معلقه صغيره كما كتشوفوا، وترجعي القريعه اللي فيها زريعه الكتان للثلاجه. وهذا ما كان، هذا هو الوصفة ديالنا اليوم ديال الكوليسترول. مع السلامة، باي باي.